فقامت رئيس الجمهورية التقي بالقصر الرئاسي برئيس الشركة الصينية للاستثمار سيجيب كوك، وقد تطرق فقامته مع رئيس الشركة حول مختلف المواضيع المتعلقة بالمشاريع التي قامت الشركة بتنفيذها. وزير الاقتصاد وتخطيط التنمية يوقي مع ممثل البنك الدولي على اتفاقية تعاون تهدف إلى انطلاقة المشروع الخاص للصحة وتوفير المياه الصالحة للشرب والحد من الأمراض التي تصيب المواشي. وزير إدارة الأراضي يصل إلى مدينة البش حضرة الداي، وفور وصوله إلى المدينة عقد الوزير لقاء مع المسؤولين الإداريين بالولاية للتباعد حول الأوضاع الأمنية في الولاية. مشاهدي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته لكم. العرض الرئيسي لهذا المساء التقى اليوم فخامة رئيس الجمهورية إدريس زيبيتنو بالقصر الرئاسي بنائب رئيس الشركة الصينية للاستثمار سيد بانغ دونغ سونغ، وقد تطرق الطرفان إلى مختلف المواضيع المتعلقة بالمشاريع التي قامت الشركة بتنفيذها في البلاد بجانب المشاريع المرتقبة. اللقاء كان بحضور معاوني فخامة رئيس الجمهورية رشاد حسن طه. المقابلة التي حظي بها نائب رئيس الشركة الصينية للاستثمار السيد بانغ دونغ سينغ سمحت له بأن يؤكد لفخامة رئيس الجمهورية إدريس زيبيتنو بأن شركته تعمل مع الحكومة التشادية برغبتها في الإسهام ومرافقتها لها في تحقيق المشاريع التنموية. وخلال المقابلة التي جرت بحضور مساعد فخامة رئيس الجمهورية إدريس زيبيتنو في الأمانة العامة والمكتب المدني ووزير البنية التحتية والنقل عبد الرحمن مختار، أكد الوفد الصيني لفخامة رئيس الجمهورية إدريس زيبيتنو بأنهم جاهزين للعمل وتفعيل الشراكة مع تشاد لأنها دولة تنعم بالأمن والاستقرار ولها علاقة متينة مع بلاده الصين. فخامة رئيس الجمهورية إدريس زيبيتنو أكد لنائب رئيس الشركة الصينية الدولية للاستثمار سيجيكوك بأن الحكومة التشادية على عهدها في التعاون مع الشركة لتنفيذ مشاريعها بالبلاد. وأعرب نائب رئيس الشركة الصينية الدولية للاستثمار سيجيكوك بانغ دونغ سينغ عن تجديد نواياهم وبذل المزيد من الجهود لإكمال المشاريع الثلاثة المتمثلة في فندق توماي وبناء كوبري شاري بالإضافة إلى رصف شارع توماي. وتعتبر الشركة الصينية الدولية للاستثمار سيجيكوك شريك فاعل للحكومة التشادية حيث تقوم بتنفيذ مشاريع تتعلق بالبنية التحتية بالإضافة إلى كون أن الشركة الصينية قد أسهمت ونفذت العديد من المشاريع بالبلاد. شهد اليوم وزير المالية والميزانية طاهر حامد جلان أعمال الورشة التي نظمها البنك الدولي بهدف التقييم ومراجعة ودراسة المواضيع الخاصة بتطوير الشركات العامة بالبلاد. المناسبة جرت بفندق هيلتون بحضور ممثل البنك الدولي لدى البلاد بجانب رؤساء مختلف الشركات. أدم حنفي فاضل. بهدف معرفة ما حقق وما لم يحقق من المشاريع التنموية والاقتصادية المعنية بالشركات العامة بالبلاد المدعومة من قبل البنك الدولي، أمر ما دفع قادة البنك الدولي إلى القيام بدراسة تهدف إلى برولة الخطط والاستراتيجيات الفنية والإدارية، ذلك عبر هذه الورشة التي تسمى بورشة مراقبة وإدارة الشركات العامة، حيث يتضح من خلالها جدول الأعمال للشركات العامة كشركة الوطنية للكهرباء وشركة الوطنية للمياه وكذا البنك التشادي التجاري فضلا عن الشركات العامة الأخرى بالبلاد. وزارة المالية والميزانية وعبر لسان وزيرها طاهر حامد قال أن الحكومة التشادية وبقيادة رئيس الجمهورية إدريس زيبيتنو تسعى دوما لتعزيز النمو الاقتصادي، مضيفا بأن وزارته حققت الكثير من المشاريع التنموية بالشركات العامة شاكرا في الوقت ذاته الشركاء الاقتصاديين للبنك الدولي. البنك الدولي هو الداعم الاقتصادي لهذه الورشة، حيث قال ممثله بتشاد السيد فرانسوان كوبوغو قال أن البنك قد قام بتنظيم ودعم العديد من المشاريع في وقت سابق، وهذه المرة يقوم بدراسة تقييمية تساعد المشاركين في هذه الورشة أثناء بدء العمل في الخطط والاستراتيجيات القادمة. كما شكر الحكومة التشادية على تعاونها المشترك والدائم بهذا المجال. هذا ويشار إلى أن هذه الورشة حيث شارك فيها العديد من العاملين في الشركات العامة بالبلاد. تتابعونا في نهاية هذه النشرة قراءة عدد من المراسيم التي وصلتنا للتوقع وزير الاقتصاد والتخطيط التنموي عيسى دوبراين مع ممثل البنك الدولي على اتفاقية تعاون
تهدف إلى انطلاقة المشروع الخاص بالصحة وتوفير المياه الصالحة للشرب والحد من الأمراض التي تصيب المواشي. المناسبة كانت بحضور بعض من أعضاء الحكومة. حليمة السعدية. هذه الاتفاقية المبرمة بين وزارة الاقتصاد والتخطيط التنموي والبنك العالمي بهدف إطلاق مشروع للتمويل الإقليمي لاستصلاح نظم ترصد الأمراض في إفريقيا المركزية المرحلة الرابعة، حيث وقع وزير الاقتصاد والتخطيط التنموي إيسا دوبران وممثل البنك العالمي فرانسوا نيني كوبوغو بحضور كل من وزير الصحة العامة محمود يوسف خيال ووزير الثروة الحيوانية غيانغ سواري ووزير البيئة والمياه والصيد محمد إبراهيم جمال الدين. ممثل البنك العالمي بالبلاد فرانسوا نيني كوبوغو قال بأن البنك العالمي سيقف مع الحكومة من أجل تنفيذ المشاريع حسب الخطة الوطنية للتنمية التي أطلقت في باريس خلال الطاولة المستديرة في العام 2017، وأكد بأن هذا المشروع سيساهم في تحقيق التنمية الشاملة في البلاد. من جهته وزير الاقتصاد والتخطيط التنموي إيسا دوبران فقد أوضح بأن هذه الاتفاقية تدخل ضمن التعاون المشترك مع الجمعية الدولية للتنمية، خاصة في مجالات مكافحة الأمراض المؤذية ومعالجة أمراض الثروة الحيوانية، بالإضافة إلى توفير المياه الصالحة للشرب. سوينا السيانتور هنا البروجي يعني مساعدة أنتو للتشاد، هسا بروجي دول الاندينا أنا مرض هنا أنا الناس ومرض هنا البهايم وهنا كمان أنا الميدول وكل الفيلو بالهيلي ولا الفيلو كدادي. دونك يعني مساعدة على 30 مليون على الدولار، يعني 10.8 مليار على الفرنسي. دونك مينيستير على الإليفاج، مينيستير على السانتي، ومينيستير على الانفيرونمان، يعني أكتيفيتي فوغا لي، يعني مش المرض وادين مش الإيبولا ولا المرض وادين مش المنينجيت ولا مش الكانجاين مرض، يعني ما عندنا قدرة فوغا ده يقدروا يعني يساعدوا فوغا الدولة. وغوفرنمان على التشاد يعني رئيس ذاته بريزيدان ريبليك إدريس ديبي إتنو شكرام لبنك مونديال المينيسترال يعني ان شارج موبيليزاسيون انا الفينانس ما زاتا خدمه حقنا مع بنك مونديال ماشي جايز ان شاء الله. الحمد لله كان سنه جايه كان البنك يعني عندنا مساعده بتندا يعني نقدر نسوي خدمه عديل للدوله. وتبقى الإشارة إلى أن الحكومة التشادية ومرافقتها من أجل تحقيق المشاريع التنموية حسب رؤية 2030 تشاد التي تريدها. وصل اليوم إلى مدينة باشا حضرة ولاية وداي وزير إدارة الأراضي والتجمعات المستقلة محمد إسماعيل شايبو، وفور وصوله التقى الوزير بالمسؤولين الإداريين وعلى مقدمتهم حاكم الولاية رمضان إردبو، وذلك بهدف الوقوف على الأوضاع الأمنية التي تشهدها المنطقة منذ فرض حالة الطوارئ هناك. الطيب النظيف عبد الكريم. كانت زيارة وزير إدارة الأراضي والتجمعات المحلية محمد إسماعيل شيبو إلى مدينة تبشع حاضرة إقليم وداي بهدف متابعة وتقييم الأنشطة الخاصة بتطبيق حالة الطوارئ ونزع الأسلحة من المواطنين، حيث كان في استقباله بمطار أبشة حاكم إقليم وداي رمضان إردبو وبعض أفراد الوحدات العسكرية بالمطار. فقد عقد الوزير لقاء عمل بحضور الحاكم وبعض من الإداريين والسلطات العسكرية بالمنطقة، حيث استمع الوزير إلى شروح مفصلة حول عملية حالة الطوارئ من قبل الحاكم رمضان إردبو، الذي أكد بأن الجهات المختصة كانت وما زالت تنفذ حالة الطوارئ وتعمل وفق توجيهات السلطات العليا، كما تم ضبط عدد كبير من الأسلحة، مؤكدا ولولاية وداي رمضان إردبو إن حالة الطوارئ ساعدت في جلب الأمن والاستقرار، مضيفا بأنهم سيعملون ما بوسعهم من أجل الحفاظ على حماية المواطنين وممتلكاتهم. كما شكر الحاكم كل من سلطان دار وداي وبعض من رؤساء الكنتونات على وقوفهم بجانب أفراد الجيش لإدارة هذه المرحلة الحاسمة. بمناسبة الاحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف، نظم المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية عصر اليوم احتفالا رسميا حضره عدد كبير من المحبين لرسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث ترأس فعاليات الاحتفال وزير التربية الوطنية وترقية المواطنة أبو بكر الصديق شرومة، ممثلا لرئيس الجمهورية وبعض من نواب الجمعية الوطنية وممثلي البعثات الدبلوماسية المعتمدين بالبلاد.
وقد تخللت فعالية الاحتفال فقرات من مدح رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن ثم قدم النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية كلمة مطولة حث فيها المسلمين إلى التحلي بأخلاق النبي صلى الله عليه وسلم الذي بعثه الله رحمة للعالمين، والتعايش في سلام بينهم. عقد أمس مجلس عادي للوزراء تحت رئاسة فخامة رئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو، وقد درس المجلس وصدع على بعض المشاريع الحيوية الهامة. وفي هذا السياق فقد عد الزميل أحمد خميس جمعة الورقة التالية. تحت رعاية رئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو، إن مجلس الوزراء قد عقد جلسة يوم الخميس 6 نوفمبر وناقش 3 مشاريع ومرسوم بما لها من أهمية في الجانب السياسي الاقتصادي والاجتماعي للبلاد، وهي مراجعة مشروع قانون متعلق بكتبة عدل ومفوضية في العدالة بجمهورية تشاد. وهذا المشروع تم دراسته بشكل مستفيض، وبعد مناقشات مطولة أرجع المجلس هذا المشروع على أن يعدل وتأخذ الوزارة المعنية بالعدالة الملاحظات والمقترحات المقدمة وإدراجها في المشروع. وفي إطار تأسيس وتكوين إطار نافذ يسمح بمراقبة الأعدادات البترولية وتقليل التأثيرات التي تنجم من الانخفاض المفاجئ في الأسعار البترولية حتى لا يتأثر الاقتصاد الوطني، فإن الحكومة قد ناقشت واعتمدت هذا المشروع الذي يقضي بتأسيس آلية لمراقبة الأسعار البترولية. ومن خلال هذا المشروع فإن الحكومة ترغب في إعداد استراتيجية لأخذ الاحتياطات في حالة حدوث انخفاض لأسعار البترول، كما أنها تسمح للحكومة على إحداث مخزون احتياطي لمواجهة المخاطر والتهديدات التي قد تحدث من حين لآخر في أسعار البترول، وتعمل على تقارب وجهات النظر مع الشركاء وخصوصا البنك الدولي، وتقديم الدعم المالي اللازم والاحتياطي مع بداية مطلع العام الجديد. وجاء هذا التصريح من قبل المتحدث باسم الحكومة عمر يحيى حسين وزير الإعلام أثناء قراءته لمحضر مجلس الوزراء الذي عقد في 7 نوفمبر 2019. كما أن الحكومة تحت رعاية رئيس الجمهورية رأس الدولة قامت بمراجعة القوانين وطريقة التعامل مع عملية الإحصاء العام للسكان والسكن. وفي هذا الشأن فقد درس المجلس هذا المشروع القاضي بمراجعة مرسوم 314 الصادر في 22 مارس للعام 2019، فإن المدير العام لوزارة الاقتصاد والتخطيط التنموي هو المكلف برئاسة اللجنة الفنية، والمدير العام للمعهد الوطني للإحصاء والدراسة الاقتصادية والديمغرافية ضمن اللجنة، والبنك العالمي يمثل بخبير وطني. بما في ذلك كما أن بلادنا تشاد دولة زراعية بامتياز والعمل على مواجهة الآفات الزراعية، لذا فإن الحكومة درست هذا المشروع وتفحصت بدقة وقامت بمراجعة الأسئلة المطروحة لتنظيم وإدارة الوكالة الوطنية لمكافحة الجراد المهاجر. وهذه اللجنة مختصة بمكافحة الآفات الزراعية، وهي عبارة عن استراتيجية معدة لأخذ الاحتياطات ولمواجهة كل أنواع المخاطر الزراعية. كما درس المجلس واعتمد موضوع مجموعة المتطوعين في تشاد، وعليه فإن هذه المؤسسة ستوافق مبادئ وأخلاقيات المؤسسات الدولية والإقليمية، وتقوم بتقديم مقترحات تكون سارية المفعول، وتعمل على إحداث سياسات ورسمها حول كيفية انخراط الشباب والعمل في ميادين التطوع مستجيبة نوايا الحكومة وفق تعهداتها. نصب أمس المدير العام النائب الثاني لقوات الدرك الوطنية العميد محمد بوسى نصب القائد الجديد للمنطقة العسكرية رقم 5 بولاية جراه. المناسبة جرت بالساحة العامة لمدينة مونغو، حضرت الولاية بحضور الضباط والمسؤولين الإداريين وسكان المدينة. حسن جدا عمر. المنطقة العسكرية رقم 5 لقوات الدرك الوطني بمدينة مونغو حضرة ولاية جراء ينصب على رأسها رسميا على قيد سبي بشر،
وذلك في هذه المناسبة التي شرف حضورها رسميا الأمين العام لولاية جراء جيران بيتي دينغاميو إلى جانب عدد من المسؤولين الإداريين والعسكريين بالمنطقة، حيث بدأ الحفل رسميا فور وصول المدير العام النائب الثاني لقوات الدرك الوطني العميد محمد موسى قربال إلى مكان الاحتفال. المنطقة العسكرية رقم 5 لقوات الدرك الوطني تضم العديد من الكتائب العسكرية مهامها حماية السكان وممتلكاتهم، حيث تقع على عاتقك من الآن فصاعدا إدارة هذه المنطقة بشكل جيد. رسالة وجهها المدير العام النائب الثاني لقوات الدرك الوطني العميد محمد موسى قربال للقائد الجديد، ودعا جميع أفراد قوات الدرك بالمنطقة إلى احترامه والعمل معه. هذا وتبقى الإشارة إلى أن المناسبة شهدت عروض عسكرية مختلفة من قبل الوحدات العسكرية بالمنطقة. نصب المنسق الوطني لجبهة الشباب من أجل السلام والتنمية الأعضاء الجدد لمكتب المنسقية الفرعي بمركز إداري المياه. هذه المناسبة شهدت حضور المسؤولين الإداريين بالمنطقة والمناضلين. محمد حسن آدم. تعد جبهة الشباب من أجل السلام والتنمية للسيدة أميرة إدريس دوبي من أبرز المكاتب المساندة للحركة الوطنية للإنقاذ MPS من حيث التعبئة وتفعيل دور الحزب على مستوى الولايات والمدن الكبرى بالبلاد. وعليه جاءت مناسبة تنصيب أعضاء المنسقية الفرعية للجبهة بمركز إداري لومياء والبالغ عددهم 25 عضوا برئاسة المنسق الفرعي طاهر محمد داود. استهلت المداخلات بكلمة عمدة بلدية لومياء إيدي الحاج حسن والذي رحب بالحضور على تلبيتهم الدعوة، كما أشاد بجهود جبهة الشباب من أجل السلام والتنمية وما لعبته من أدوار في المجالين السياسي والاجتماعي. المنسق الوطني كولوم جيلي في كلمته التنصيبية شرح الأهداف التي وضعتها الجبهة من أجل مساندة الحزب مع الالتزام التمسك بالمبادئ السياسية، كما حث أعضاء الخلية الفرعية على ضرورة مباشرة العمل وكذا الاستعداد للمراحل الانتخابية المقبلة التشريعية والمحلية. المنسق الفرعي للجبهة بلومياء طاهر محمد داود شكر رئيسة الجبهة أميرة إدريس ديبي والمنسق الوطني، مؤكدا بذل المزيد من العمل ورفع التحديات من أجل تعبئة شباب لومياء والقرى المجاورة لها وفق رؤية وتطلعات المنسقية المركزية. هذا وفي نهاية المناسبة فقد تم توزيع مواد غذائية تضامنا مع المناضلين والمناضلات وتقاسم اللهجات السعيدة. قدم الرئيس الوطني لتحالف الجمعيات المدنية من أجل خدمة المواطن محمود علي السعيد قدم حديثا صحفيا تناول من خلاله عدد من المواضيع المتعلقة بحب الوطن ونشر رسالة السلام. نتابع. اليوم الإرهاب في كثير من الدول المجاورين، والإرهاب مصيبة أخواننا، بالفرنسي بيقولوا لو زي النبيلوس، يعني بيشيل أوجه كثيرة. ممكن الإرهاب يشيل وجه هنا ثورة، ممكن الإرهاب يشيل وجه هنا مؤسسة علمية، ممكن الإرهاب يشيل وجه هنا تجارة المخدرات. عشان دخل نعمل حسابنا شديد، البارح وأول البارح شفنا الإرهابيين كيف سفكوا الدماء في بعض من الدول، في بعض من الناس اليوم في الآفدة هم أشجع ناس، في بعض من الناس اليوم في الآفدة هم أفرس ناس، في بعض من الناس اليوم في الآفدة يسبوا وبشتم وبقولوا زي ما بيدوروا. لكن اعملوا حسابكم، العافل هسا قاعد اللي كان بقت ما فيها كثير من الناس يهربون، عشان ده ما تسمعوا كلامهم الناس ده. ايضا نشكر قوات الامن اللي
في الأيام الماضية لمت السلاح في شمال البلد، ما في شيء مهم من العافية، وما في شيء مضر مثل استعمال السلاح، الأسلحة النارية. أي زول عنده سلاح في شمال البلد، كان في تيبيستي ولا في درواداي ولا في درسلة، المناطق اللي فيها حالة الطوارئ، خلي الأسلحة دي يزيدوا دائما يدوها للسلطات. نشكر رئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو بالمبادرات السليمة اللي بيقوم فوقها دائما لتسبيب الأمن ولإدارة شؤون البلد، وبالأخص لاستتباب الأمن في بلدنا تشات. تطرق الأمين العام لتحالف المدافعين عن حقوق الإنسان والبيئة في تشاد أبا داود ننجدي، تطرق إلى مختلف المواضيع أو الأوضاع السياسية التي تعيشها البلاد في الوقت الراهن. جاء ذلك في البيان الصحفي الذي قدمه اليوم بمركز إناديس للتدريب. نستمع إلى جزء من حديث الأمين العام في ميكروفون الزميلة أميرة سعد. وعلمنا منا في رانتري سوسيال، الرانتري سوسيال اللي أننا نقدمه ده الرانتري سوسيال إندا تم إندا تم التم ده بخصة الحياة السياسي اجتماعي والبيئة. أنا لكن هنا أننا حجينا في مشكلة حنا حياة في البلدنا اليوم. بلدنا اليوم قاعد تواجه صعوبات كثيرين، يعني مشاكل كثير قاعد نواجهها. دي مشاكل المشكلة أنا عدالة. نفس الوقت مشينا حجينا في مشكلة حنصيها. ألم بمشكلة كان فكرت فيها في مستشفيات وفي كلينيك الناس مرضانين. مشكلة ألم ده اللي بسبب الأمراض كتير ده شيف الوساخة في لب الهلين ده، ألم شيف الكنفيات وشيف الشواري، يعني وتر كل وسطاني ده الوسخ ده بيقدم الأمراض ده. يعني يقول الحكومة خليت تقوم تشيل مسؤوليتها. تاني مرة حجينا في مشكلة البيئة، مشكلة في البيئة علينا عندنا وزارة علم هي بس المقدمة في البيئة في بلدنا. وإدي مرة في ده يعني تشاد قاعد تواجه مشاكل، مشكلة مرة مشكلة على شانجما كليماتي. الشانجما كليماتي هي التغيير عن الجو. التغيير عن الجو دي جابها شنو؟ كان فكرت فوق أصلا قلبي ده كيف الناس حركوا لقى خل بعد يوم يبتو خلتهم المتار تاني آخر جاء وتلف الخلة، والناس بس قالوا شنو الحصل. الديار اللي عندهم مشاكل على شان جماعة كليماتيك ده، يعني فوق كده خاص كي لا يخليك اللي شاب كان لي جمعيات كان لي بارتي بوليتيك كان لي أتمة كل يقدر يخدم ويقول ليش يسوي توقيع ونقدروا نواجه الشيء في شان جماعة تغيير الجودة. وصل حاكم ولاية إنادي الشرق أحمد كردايو حسين إلى مدينة مردي بهدف تنصيب المحافظ الجديد للمقاطعة. كان ذلك بحضور المسؤولين الإداريين والعسكريين بجانب سكان المنطقة. زكريا يحيى زكريا. على الرغم من عورة الطريق بين مدينة مجرس ومردي أقصى شمال الولاية، وصل والي ولاية إنادي الشرق برفقة عدد من المسؤولين الإداريين العسكريين إليها بهدف تنصيب محافظ المقاطعة الجديدة والتي كانت مركزا إداريا قبل الأمر 01 الصادر في 11 من فبراير الماضي. المناسبة عبر خلالها عمدة البلدية ورئيس مركز إداري مردي السابق عن عظيم امتنانهما بقدوم الوفد وفرحة أهل المنطقة بذلك. والي ولاية نادي الشرق الجنرال أحمد كردايو حسين ذكر المحافظ بمسؤولياته وهي وفرة الأمن والاستقرار والسهر على ضمان التعليم خاصة الفتيات وحماية البيئة ومكتسبات الدولة ومرافقة فخامة رئيس الجمهورية في برنامجه التنموي من أجل جعل تشاد مزدهرة مطلعي 2030. كما دعا الوالي سكان مردي بالطاعة والتعاون مع المسؤول الجديد من أجل تنمية المنطقة. من جانب المحافظ الجديد ألانغا همشي سليمان شكر فخامة رئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو على الثقة في تعيينه محافظا لمردي، وأكد تطبيق كل ما جاء في خطاب الوالي والعمل مع الجميع لما فيه خير الوطن والمواطنين.
وعقب التنصيف المحافظ عقد الوالي احمد كرداي حسين اجتماعا ضم المسؤولين الاداريين وسكان مدينه مردي والقرى المجاوره لها، وقد تطرق الاجتماع الى المسائل الصحيه والتعليميه بجانب نشر رساله السلام. زكريا يحيى زكريا مره اخرى. شملت جولة والي ولاية إندي الشرق الجنرال أحمد كرداي حسين كلا من مقاطعة مردي وقرية باوكا تشيدي. في هذه الأخيرة عقد الوالي لقاء عمل من أجل توعية الأهالي بمخرجات الجمهورية الرابعة كالحفاظ على الأمن والتعايش السلمي ومنع زواج القاصرات وتعليمهن وتطبيق قرار الولاة مؤخرا حول الدية. واستمع الوالي إلى شكاوى أبناء المنطقة المتمثلة في نقص في البنية التحتية والتعليم والصحة والطرق. وليس ببعيد من باوكا تشيدي عقد الوالي لقاء عمل مع أبناء مقاطعة مردي، مرر لهم نفس الرسالة السالفة الذكر والمتعلقة بمخرجات الجمهورية الرابعة. بدورهم مسؤولي مردي وأبنائها قدموا مطالبهم للوادي وشكواهم، طلبوا من الحكومة نظرا لظهور الطرق أن يعمل لهم طرق. وأنا أيضا يعني لاحظت بأسف شديد المدرسين للآن ما وصلوا، وأرسل النداء من هذه المنصة بأن المعلمين يأتوا بسرعة إلى مكان عملهم، وكذلك الأطباء. ننوه على أن باوكا تشيدي ومردي تتميزان بطبيعة صحراوية تحيط بها سلاسل جبلية وأودية، ويزاول سكانها الرعية في المقام الأول. انتشر هذه الأيام مرض العيون المعروف بالأبولو، وفي هذا السياق فقد التقى الزميل أدم حنفي فاضل برئيسة قسم أمراض العيون بمستشفى السلطان شريف كاسر بن جمينة وسأل عن أسباب انتشار هذا المرض في هذه الأيام، فردت قائلة: الرمد الطبيعي أو ما يعرف باسم التهاب الملحم الربيعي هو أحد أنواع أمراض الحساسية التي تصيب ملتحمة العين بسبب أنواع مختلفة من الفيروسات أو البكتيريا، ذلك مما يؤدي إلى انتفاخ العين وأحمرارها، كما يسبب ألم مع حكة شديدة ومؤذية. وإذا استمرت الأعراض لأكثر من بضعة أيام يمكن أن يصف الطبيب قطرات العين المضادة للالتهابات. الإنسان لازم دائما يكون نظيف، حتى لما مسمس الشيء ما كويس وكبنش تلمس أنا سأقربه داخل الفوق بيته، يعني الوسخ ده اهم شيء، فجر عيالكم جمو ده قصروا يدوم ده صابون كتون تشات برو خلاص، وكان عند المنس حتى كان عند الجدع انا الان يمكن نقصر كله بس صابون كتون تشات الماء عند ريه ده الان شويه تنفكر، وبعدين تجي للمخصص عشان يكتب لي الادويه. كما ينبغي للمواطنين الوصول الى المراكز الصحيه اثناء الشعور بهذا الداء. اي مريض ما نقول له امشي اشتري دواء من شكوك ولا من جيم ولا ساعة أردناس، يعني بلا الأردناس بس يمشي يجي في الفرماسي يقول له أنا دور الدواء كي ولا إيني ده جاي أخذني ولا إيني ده بوجعني ده كلام ده، أنا لقينه مشاكل كتير فوق. أنت تمشي في الصيدلية ويدوك أي دواء أنت تقول إيني توجعني. هذا وإن مستشفى السلطان شريف كاسر يستقبل العديد من المصابين بمرض العيون، وبحسب الأطباء المختصين في قسم العيون أكدوا بأنهم يقوموا بعلاج ما بين 13 إلى 14 حالة خلال اليوم الواحد. العام الدراسي الجديد بدأ فعليا منذ الأول من أكتوبر الماضي في كافة الأراضي الوطنية، إلا أنه في بعض المناطق الريفية بالبطحة الغربية لم يبدأ بعد، وهذا ما دفع المحافظة فاطمة بوكاركوسي بالقيام بحملة واسعة من أجل بدء هذه الدراسة في تلك المناطق. محمد طاهر جبرين الحب. بين عملية الحصاد الزراعي من جهة والدخول المدرسي وجهود الوزارة المعنية بالتربية الوطنية من جهة أخرى، يبقى الهم الوحيد لمسؤولي المدارس والمعلمين بالأرياف كيفية الحصول على عدد ولو قليل من التلاميذ. هنا على سبيل المثال في هذه المنطقة التي تسمى لمكة والتي تقع بالقرب من مدينة آتيا، نحن في الأسبوع الثاني من شهر نوفمبر، لكن لا يوجد طالب مسجل في هذه المدرسة الوحيدة بالمنطقة، والسبب هو منع المزارعين أطفالهم من الذهاب إلى المدرسة بسبب العمل في المزارع. إنه أمر غير مقبول وفقا لمحافظة البطحة الغربية فاطمة بكركوسي التي زارت المدرسة. صراحة
وعلى الفور استدعت المحافظة رئيس السلطة التقليدية وزعماء القرى الثلاثة للتشاور، وقد أعطت المحافظة مهلة أسبوعين إلى السلطات العرفية وأولياء الأمور لضمان التحاق جميع أطفال لمك بالمدرسة. هذا وأدرك المعنيون صعوبة المهمة بالنظر إلى قلة وعي أولياء أمور الطلاب، لكنهم أكدوا بأنهم يبذلون قصارى جهدهم لإقناع مواطنيهم بتسجيل أطفالهم وبدء الدراسة. دينينا احتفل أمس كل من مجمع عبد الله بن مسعود ومسجد شهداء أحد بذكرى المولد النبوي الشريف، كان ذلك بحضور طلاب المجمع بجانب الأئمة والدعاة. محمد السلك. بذكر محمد بمدح محمد تحيا القلوب وتغتفر الخطايا والذنوب. دأب مجمع عبد الله بن عباس لتحفيظ القرآن الكريم وعلومه الكائن بالدائرة الرابعة في إحياء ذكرى مولد النبوي الشريف كل عام، حيث حضر عدد كبير من المادحين والمحبين لرسول الله للاحتفال بهذه المناسبة الشريفة التي تخللتها عدد من الكلمات، أبرزها كلمة الترحيب التي قدمها صاحب هذه البادرة الحاج عمر قجة، والذي أوضح فيها بأن الاحتفال بهذه الذكرى المباركة بادرة دأب المجمع في تنظيمها منذ سنوات. الشيخ إبراهيم المحمودي خلال مداخلته المطولة تناول سيرة النبي عليه السلام وما حصل له ليلة الإسراء والمعراج، مؤكدا بأن المدائح النبوية الشريفة تزيدنا محبة ومقربة منه. يكفينا شرف مدح الله لنبيه، فيجب علينا أن نمدحه في كل وقت وحين وفي مثل هذه الأيام، كمن نكثر على تلك الكلمات التي تتردد بألسنة المسلمين والمؤمنين والعلماء والمادحين بذكرى رسوله صلى الله عليه وسلم. كما احتفل المسلمون بمسجد شهداء أحد الكائن بالدائرة الخامسة بهذه الذكرى وسط حشد كبير من المحبين لرسولنا الكريم، حيث دعا إمام مسجد الشهداء الشيخ النور حسن المسلمين بضرورة الاحتفال بالمولد النبوي الشريف. وقفتكم هذه تعد من أقوى الروابط الإسلامية التي عث عليها الرسول صلى الله عليه وسلم بقوله: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. وقد لمسنا فيكم حبكم لرسول الله صلى الله عليه وسلم. أما ممثل المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية في هذه المناسبة الشيخ إدريس هارون، فقد أكد بأن من صفات المحبين لرسول الله التمسك بهديه والعمل بسنته. هذا ونشير بأن هذه المناسبة الشريفة حضرها كوكبة من المادحين. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. أيضا احتفل أمس سكان حارتي دار السلام بالدائرة الثامنة وقرية ديكو بالدائرة السابعة، احتفلوا بذكرى المولد النبوي الشريف. بحر الدين عبد الشرف. إن الاحتفالات بمولد النبوي الشريف التي انطلق نشاطها منذ مطلع هذا الأسبوع، فقد احتفل سكان حارة دار السلام بهذه الشعيرة الدينية كبقية إخوانهم من المسلمين. وبهذه المناسبة قدمت الفرق الماضحة مدائح نبوية وأناشيد دينية تعبر عن نفحات إيمانية. والناس كلهم يروه ويهدو للحبيب ويضلعوه، أترك ليلة ليس بيني وبين سوى ليلة ملي بذلك ينصه. وخلال هذه المناسبة قدمت خطابات عديدة، منها كلمة رئيس بعثة الأزهر الشريف مكتب كيات دكتور رزق سعد الذي أعرب عن فرحته وامتنانه وحث الحضور بتكثيف الجهود من أجل تربية الأجيال على طاعة الله وحب رسوله صلى الله عليه وسلم. النائب الثاني لرئيس المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية الشيخ أحمد النور محمد الحلو الذي شكر الحضور وحثهم على تربية أبنائهم بالتربية الإيمانية والأخلاقية وإخلاص العمل. بدوره رئيس اللجنة التنظيمية اللواء طوفة عبد الله عيسى هو الآخر أشاد بهذا الحشد الكبير الذي حضر المناسبة الكريمة، وأشار إلى أنه سيواصل في هذا المشوار. كما احتفل بمولد النبوي محمد صلى الله عليه وسلم سكان قرية ديكو
التابعة للدائرة السابعة احتفلوا تحت شعار قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. وفي هذا الإطار قدمت مداخلات عدة من قبل العلماء والمشايخ والدعاء، في مقدمتهم إمام مسجد القرية حسن الجد وممثل المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، ركزوا على أهمية اتباع النبي صلى الله عليه وسلم في منهجه وسلوكه وأخلاقه ومكارمه. واختتم الحفل بالدعاء والتضرع إلى الله عز وجل أن يعم البلاد بالخير والبركة والأمن والاستقرار. رياضة، نظم مساء أمس حزب الوحدة من أجل التجديد والتنمية دورة رياضية لكرة القدم لصالح شباب الدائرة الخامسة. المباراة الافتتاحية جمعت بين فريقي استير بحي أمريجيبي وبلانيت بحي سنفيل، وقد انتهت المباراة بهدفين لكل فريق. عباس بكر مصطفى. أضم مساعي حزب الوحدة من أجل التجديد والتنمية لتطوير الشباب رياضيا وإرساء التعايش السلمي بين فئات الشباب، نظم مسؤول حزب الوحدة من أجل التجديد والتنمية هذه المباراة الافتتاحية لكرة القدم لصالح شباب الدائرة الخامسة. وكانت المباراة الافتتاحية بين فريقي إسنير لفريق أمرقيبة وبلانيد لحي السنفيلة، والفريقان يعتبران من أقوى الفرق بالدائرة الخامسة. هذه المباراة الافتتاحية التي جرت بالساحة الرياضية بجريديا سانفيل، وبالرغم من أن المباراة كانت بالساحة التقليدية إلا أنها حظيت بإقبال جماهيري كبير، حيث تجاوب الجمهور مع مختلف المحاولات التي بادر بها اللاعبون بحثا عن هدف التقدم. وانتهت المباراة الافتتاحية بنتيجة إيجابية هدفين لكليهما. الميري يأخذ الأهداف الأول لأن فرق أجل جديد أنت مهمية بزيادة للشباب، دا يوسف اليوم أهدافه يوسف داخل الكاد خاصة بمدينة النمير. وفي نهاية المناسبة أكد الأمين العام لحزب الوحدة من أجل التجديد والتنمية إريفي بأن تنظيم الأنشطة الرياضية يدخل ضمن سياسات الحزب الرامية إلى توحيد الشباب وخلق روح التبادل والإخاء فيما بينهم. إليكم قراءة هذه المراسيم الرئاسية، مرسوم رئاسي رقم 1836. المادة الأولى، تم تعيين الشخصيات الآتية أسماءها في مناصب المسؤولية التالية بمكتب وزير البترول والمناجم والطاقة، مكتب الوزير، المستشارين، المستشار في البترول السيد أحمد قدم خلفا للسيد عبد الكريم حسين موسى الذي استدعي للشغل وظيفة أخرى، المستشار في المناجم والطاقة السيد حسن تدي خلفا للسيد منجدي موديكام الذي استدعي لشغل وظيفة أخرى، المستشارة القانونية السيدة مريم إخلاص هارون جرمة تحتفظ بمنصبها حرر في جميلة في 9 من نوفمبر 2019، توقيع رئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو، مرسوم رئاسي رقم 1837. المادة الأولى، تم تعيين الشخصيات الآتية أسماؤها في مناصب المسؤولية التالية بوزارة البترول والمناجم والطاقة، الإدارة العامة الفنية للبترول، المدير العام الفني السيد محمد زين ديكير يوسف منصب جديد، المدير العام الفني النائب السيد جيري حسن بشر نيني منصب جديد، إدارة الاستكشاف والإنتاج والنقل، المدير السيد أبكر دوسة محمد خلفا للسيد لابا دولا الذي استدعي لشغل وظيفة أخرى، نائب المدير السيد دينيبا جوني نوبا يحتفظ بمنصبه، إدارة التكرير والتخزين والتوزيع، المديرة السيدة فاطمة جلاء دمو تحتفظ بمنصبها، نائب المدير السيد سانجيرا ميلاري يحتفظ بمنصبه، الإدارة العامة الفنية للمناجم، المدير العام الفني السيد جيدوبوم مبرواس إيمانويل يحتفظ بمنصبه، المدير العام الفني النائب السيد إدريس أبكر بحر منصب جديد، إدارة المناجم والجيولوجيا، المدير السيد صدرك دوبي منصب شاغر، نائبة المدير السيدة خديجة محمد حسن منصب جديد، إدارة المحاجر، المدير السيد عبد القادر تيمان ديبي، نائب المدير السيد عيسى محمد أبا صلاح، إدارة المساحة المنجمية، المدير السيد سليمان كيني إلي يحتفظ بمنصبه، نائب المدير السيدة عاشي نانغازدي تحتفظ بمنصبها،
إدارة مختبر التحاليل الكيماوية والكيموجيولوجية والمعدنية والبتروغرافية. المدير السيد رمضان صالح يحتفظ بمنصبه. نائب المدير السيد ديجنا نورباي ديجانجار منصب جديد. الإدارة العامة الفنية للطاقة. المدير العام الفني السيد مدو جراب أليفي منصب جديد. المدير العام الفني النائب السيد عبد الكريم دنجاي منصب جديد. إدارة تخطيط الطاقة والكهرباء. المدير السيد ناندنيلي دولمباي خلفا للسيد آدم أورزي الذي استدعي لشغل وظيفة أخرى. نائبة المدير السيد ميندي جينا بياتريس خلفا للسيدة فرانسواس أسين التي استدعيت لشغل وظيفة أخرى. إدارة الطاقة الجديدة والمتجددة. المدير السيد الوالي هارون تشونغ تشونغ خلفا للسيدة ميم دينغي بياتريس التي استدعيت لشغل وظيفة أخرى. نائبة المدير السيدة فرانسواس أسين خلفا للسيد الوالي هارون تشونغ تشونغ الذي استدعي لشغل وظيفة أخرى. حرر في نجمينة في 9 من نوفمبر 2019. توقيع رئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو مرسوم رئاسي رقم 1835. المادة الأولى باقتراح من وزير البترول والمناجم والطاقة يصدران المرسوم الآتي. الموظفين الآتي أسمائهم تم توظيفهم بوزارة البترول والمناجم والطاقة. الإدارة العامة للوزارة. المدير العام السيد آدم محمد آدم خلفا للسيد محمد زين ديكير يوسف الذي استدعي لشغل وظيفة أخرى. المدير العام النائب السيد بوبوسوم نوجوتولوم يحتفظ بمنصبه. إدارة شرطة المناجم المدير السيد عثمان أرضا يحتفظ بمنصبه. نائب المدير السيد عبد الكريم موسى عبد الكريم خلفا للسيد يوسف محمد وردوغو الذي استدعي لشغل وظيفة أخرى. إدارة الشؤون القانونية والمنازعات. المدير السيد إبراهيم يدا خلفا للسيد ماتيو جوبلوم غانجي الذي استدعي لشغل وظيفة أخرى. المدير النائب السيدة نادين نيكينغيم منصب الشاغر. إدارة الدراسات الاقتصادية والضريبية. المدير السيد آدم بشير عبد الله يحتفظ بمنصبه. إدارة نائبة المديرة السيدة جبردين سيرفيس بلوة منصب شاغر. إدارة الموارد البشرية. المدير السيد عبد الله صالح بركي خلفا للسيدة أم الخير سليمان جبرين التي استدعيت لشغل وظيفة أخرى. نائبة المدير السيدة عائشة منى محمد قرفة منصب شاغر. إدارة تكنولوجيا المعلومات والأرشيف. المدير السيد صالح بوسكو أدمجي منصب جديد. نائبة المدير السيدة مريم غارتوسوم منصب جديد. حرر في نجمينة في 9 من نوفمبر رئيس الجمهورية إدريس ديبي مرسوم رئاسي رقم 1831. المادة الأولى. تم تعيين الشخصيات الآتية أسماؤها في مناصب المسؤولية التالية بوزارة البترول والمناجم والطاقة. المفتشية العامة. المفتش العام السيد لوالبي ديغالي يحتفظ بمنصبه. المفتشة العامة النائبة السيدة أم الخير سليمان جبرين منصب جديد. المفتشية المكلفة بالمناجم والبترول المفتش السيد محمد علي انقوة منصب جديد. المفتشية المكلفة بالطاقة المفتش السيد جو غامبي بينو منصب جديد. المفتشية المكلفة بالشؤون الإدارية والقانونية المفتش السيد علي محمد بريمي خلفا للسيد محمد علي انقوة الذي استدعي لشغل وظيفة أخرى. حرر في نجمينة في 9 من نوفمبر 2019. توقيع رئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو مرسوم رئاسي رقم 1834. المادة الأولى. تم تعيين الشخصيات الآتية أسماءها في مناصب المسؤولية التالية بوزارة البترول والمناجم والطاقة. مندوبية الشمال المندوب السيد موسى التوم منصب جديد. مندوبية الوسط الشرقي المندوب السيد حسن صغير منصب جديد. مندوبية الغرب المندوب السيد محمد موسى جيرة منصب
جديد مندوبية الجنوب المندوب سيد لابا ندولا منصب جديد حرر في نجمينة في 9 نوفمبر 2019 توقيع رئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو مرسوم رئاسي رقم 1829. المادة الأولى تم تعيين الشخصيات الآتية أسماؤها في مناصب المسؤولية التالية بالإدارة العامة للشركة الوطنية للكهرباء: المدير العام السيد عبدالله نغمادا خلفا لسيد باتنا بول الذي استدعي للشغل وظيفة أخرى. حرر في نجمينة في 9 نوفمبر 2019 توقيع رئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو مرسوم رئاسي رقم 1832. المادة الأولى تم تعيين الشخصيات الآتية أسماؤها في مناصب المسؤولية التالية بالإدارة العامة لسلطة تنظيم قطاع الطاقة الكهربائية: المدير العام السيد محمد آدم إسماعيل منصب جديد، المدير العام النائب السيد محمد إسماعيل منصب جديد. حرر في نجمينة في 9 نوفمبر 2019 توقيع رئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو مرسوم رئاسي رقم 1833. المادة الأولى تم تعيين الشخصيات الآتي أسماؤها في مناصب المسؤولية التالية بالإدارة العامة للوكالة التشادية للحماية من الإشعاع والأمن النووي: المدير العام السيد نصر محمدين علي كرة منصب جديد، المدير العام النائب السيدة فرخلية غلام الله منصب جديد. حرر في نجمينة في 9 نوفمبر 2019 توقيع رئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو مرسوم رئاسي رقم 1828. المادة الأولى تم تعيين الشخصيات الآتية أسماؤها في مناصب المسؤولية التالية بالأمانة الفنية الدائمة لمبادرة الشفافية في مجال الصناعات الاستخراجية: المنسقية الوطنية السيدة أمينة محمد تحتفظ بمنصبها، المنسق الوطني النائب السيد عبد الكريم حسين موسى خلفا لسيد حسين ودي أوكومو الذي استدعي للشغل وظيفة أخرى. حرر في نجمينة في 9 نوفمبر 2019 توقيع رئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو مرسوم رئاسي رقم 1830. باقتراح من وزير البترول والمناجم الطاقة يصدر المرسوم الآتي: المادة الأولى تم تعيين الشخصيات الآتية أسماؤها في مناصب المسؤولية التالية بالإدارة العامة للوكالة التشادية للحماية من الإشعاع والأمن النووي: المدير العام السيد مين جيدي مودياغام خلفا لسيد مدو جراب أليفي الذي استدعي للشغل وظيفة أخرى، المدير العام النائب السيد صبي بكور خلفا للسيد سنوسي هجرو الذي استدعي للشغل وظيفة أخرى. حرر في نجمينة في 9 نوفمبر 2019 توقيع رئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو مرسوم رئاسي رقم 1827. المادة الأولى تم تعيين الضابطين الرفيعين في مناصب المسؤولية التالية بالقوى المشتركة المتعددة الجنسيات: قيادة الفوج الثاني رقم 2 قائد الفوج العقيد محمد دادي كبير خلفا للعقيد بخيت علي جار، قائد الفوج الثاني النائب العقيد يوسف تيرو عيسى خلفا للعقيد محمد دادي كبير الذي استدعي للشغل وظيفة أخرى. حرر في نجمينة في 8 نوفمبر 2019 توقيع رئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو. بإقراءة هذه المراسيم مشاهدي الكرام انتهت الأخبار، ونشكركم على المتابعة. إلى اللقاء.